رح نحتاج ل 450 جرام ذرة سنبلة، بيض، نص كوب طحين، كوب حليب لونا، معلقة صغيرة بودرة ثوم، كوب بصل، معلقة صغيرة بابريكا، نص كوب كزبرة، كوب فليفلة حمراء. طبعاً ما بتخلق أي وصفة بيض من فلفل أسود طبعاً، فرح أحط هون فلفل أسود وبابريكا. حتى هون ما رح تحطي ملح؟ ما بدي أحط ملح. يا سلام. وبودرة ثوم. حلو، لأنه عندي كتير نكهات. خلص اللي بده بيزيد ملح. أوكي، عن جد صدقيني، وبدي تدقيها وتقولي لي إنها مش رح تطلع بدلعة. هلأ شوفي، أنا مش مقياس للملح لأني أنا ما بحب الأكل مالح، بس رح أدوق ويعني أنا متأكدة إنها رح تكون ما بتحتاج لملح، وإذا حدا بده ملح بقدر إنه هو يضيفها على صحنة. أنت مش مقياس، أنت بتحبي الأكل دلع. أنا عكسك. أنت عكسي، أنت بتحبي مالح. أنا هذا يعني تقدم إنك أنت بطلت تستخدمي ملح. يعني أنا مشكلة، لا أنا بضيف على كل إشي. بصير اعترف اعتراف، تفضلي. ما بفضل اخفق البيض بهاي، بفضل بالشوكة. ما تسأليني ليه، بتحسيها يمكن بتتحكمي فيها اسرع واكثر. ممكن، ما بعرف. هلا الشوربة عنا عم تغلي وبريحتها بتشهي عن جد. اوكي، الكمون طغي على كل شيء. حليب عنا 10 بيض، فهون رح احتاج تقريبا نص كوب حليب، ما بدي اكثر كثير حليب. خلص هلا بنستغني عن الشوكة. حلو، الذرة زي ما حكيت انها هي مصدر من النشويات، بس بالزبط. اللي بيميز الذرة عن باقي انواع الحبوب انها هي الوحيدة اللي بتحتوي على فيتامين A، اما باقي الحبوب ما بيحتوي على فيتامين A، فاحنا خلينا نفكر فيها بالناحية الإيجابية، والكمية اللي احنا بدنا ناخذها ما تكون كمية كثير كبيرة لأنها هي بتضلها نشويات بالآخر، بس كل 100 جرام من الذرة بيحتوي على 108 سعرات حرارية، تعتبر نسبة يعني مش قليلة بس برضه مش كثير عالية، فنحاول انه احنا ناخذها باعتدال. اليوم الشيف مدخلتها ضمن الوصفة، فإحنا ممكن إن إحنا ناخذ قطعة، زي ما حكت الشيف هي رح تكون وجبة كاملة متكاملة فيها جميع العناصر الغذائية اللي إحنا بنحتاجها. هاي حلوة للفطور يوم الجمعة، بتخلطي كل إشي بتحطي بالفرن. صح، وسهل. وزائد إذا جايكي ناس على برانش مثلا برضو فكرة حلوة. بعدين طيب، بحس ممكن كمان يتدخل معاها سبانخ. ممكن، بس احنا سبانخ عاملين شيء ثاني. سبانخ بالزبط. بس لانه فكرت انه انت حاطه هذا سبانخ، بس طلعت لا، كزبره بالوصفه. بتعرفي سبانخ وفطر، فطر بيطلع زاكي. يس. هلا هون ضفت الطحين، ربع كوب طحين تقريبا مع كميه الحليب وكل شيء. حلو، رح اضيف عليهم البصل. رح نضيف عليهم الفليفل الحمراء، اخترت حمراء عشان اللون وعشان النكهات مع بعض. وبعدين الحمراء تعتبر فيها اعلى شيء الفيتامين سي، فهلا بدنا نقوي جهاز المناعه مع بدايه البرد وبدايه الشتويه، فبنحاول انه ندخلها على نظامنا الغذائي لحتى نقوي المناعه. انا هيك اخترت كزبره عشان اللون، نقدر نستبدل الكزبره يا زي ما قلتي سبانخ بقدونس. او بقدونس بالضبط. حلو، بس انا عشان الالوان هيك صار عندي احمر ابيض، احمر من الفليفله، ابيض من البصل. حلو، واخضر من الكزبره. حلو. بعدين اخر شيء رح نضيف هاي الكبير، رح اضيف نصها. يعني الصراحه منتجات السنبله يعني بكل منتجات. في هاي هلا ايش بدي اعملكم فيها؟ هاي بس هيك ارجعي سخنيها شوي على النار. ايوه، اضيف عليها ولا شيء. ايه ولا شيء. تذكرت انه دانا اللي معي، عم استناها تكمل. انا اسفه. طيب، لكل الاشخاص عشان يزيدوا فرصتهم بالربح معنا اليوم 3 جوائز قيمه، شاركوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك على عمان تي في اوفيشال، وبتقدروا كمان تتواصلوا معنا على رقمنا 0656 50 55. اذا كان عندكم اي استفسار او كمان عشان تشاركوا معنا ليدخل اسمكم بالسحب، اذا انتم من الاشخاص اللي بيزيد وزنكم خلال فصل الشتاء او من الاشخاص اللي بتخسروا وزن. رح ابلش اقرا شوي من تعليقاتكم، بس احكي لي، بس بدي احكي لك شغله. ولا بدهنها زيت ولا بعمل ولا اي شيء، اذا كانت بايركس مثلا او أوكي، الازاز، او اذا كانت صينيه غير لاصقه. هلا اذا كانت صينيه بتلزق بدنا نحط شوي، ندهن شويه زيت، نقدر ندهن اي نوع زيت. يعني زيت زيتون، زيت نباتي، من زيت شعبان مثلا، اللي بدكم اياه. طلعي الوانها ما احلاها. حلو، بس توزيع الخضار مش تمام هيك. اوكي، نقدر اذا هلا دانا رح تنط لي، بس يعني اذا حبيتوا تفضلي نستخدم جبنه جواها. اوكي، لا بنقدر نستخدم، حط موتزاريلا او تشدر، او بنقدر نستخدم الحلوم. حلوم اليوم مستخدمين، فخلص. ما
نستخدم انواع ثانيه على اي شيء بنص. كل شيء في منه لايت فبقدروا انهم يستخدموه. هلا ليش انا دائما بنصح انهم ياخذوا الاجبان تكون لايت؟ لانه لما بتكون لايت بتكون مقرونه انها تكون قليله الملح بالاضافه لانها تكون قليله الدسم، فعشان هيك احنا بنفضل انه ناخذ قليل الدسم بانواع الاجبان. اما من ناحيه الحليب احنا بنحاول انه نخليها قليل، مش انه دائما نلجا لخالي الدسم لحتى ما نضيف كميه النشويات اللي احنا عم ناخذهم خلال اليوم. هيك قد ايه بدها تاخذ وقت بالفرن؟ هيك بدها ربع ساعه تقريبا بالفرن، لانه هي ما فيها شيء، الخضار سهل تنطبخ وعلى درجه حراره 200 لمده ربع ساعه، وحطوا الحراره من فوق ومن تحت نفس الشيء. هلا في ناس كثير عم بيسالوني هذا السؤال، لما تحطي بالفرن بتحطي من تحت او من فوق؟ هلا انا هذا الفرن فيه مروحه وبشتغل من فوق ومن تحت مع بعض. حلو. في افران بالبيت بس تشتغل تحت أو بس فوق وما عندهم مروحه، ما في مشكله، المروحه بس بتوزع الهواء اكثر الحراره. واذا كانت الوصفه زي عجه او كيك وبدها تحمير، خلصوا وتاكدوا انها مستويه من تحت من الحراره التحتانيه، بعدين بتحمروها دقيقتين بس، عينكم على الاكل. عشان التحمير دائما دانا كثير بحرق بسرعه لانه مباشر، لانه بيكون كمان حامل فرن اوريدي بتكون ضويته من تحت، فما بيتحمل كثير درجه حراره عاليه من فوق. فيعني قد ايه رح تاخذنا وقت؟ 10 دقائق، ربع ساعه، وكميتها كبيره بدها ربع ساعه.